بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا دكاترة. ورجعنا تاني للكارديو فاسكولار، تاني موديول عندنا بعد الموديول اللي فات النيورو. طبعا أتمنى تكونوا خدتوا النيورو واحدة واحدة. على فكرة النيورو دلوقتي أنا عارفة اللي حل منكم كويس هو اللي ذاكر، اللي سمع، اللي كان بيحضر أوفيس أورز، اللي كان بيكتب في النوتس، وأهم من كل الكلام ده اللي فهم النيورو. انا مش عايزه اقول لكم كده during the module، بس انا have to say بعد ما الموديول خلص، النيورو من اصعب الموديولز اللي ممكن تعدي على اي طالب طب، ومن اصعب الحاجات حتى ايفن واحنا بنذاكر بعد كده في الماجستير والدكتوراه، بيبقى من اصعب الحاجات اللي عندنا هو النيورو فيسيولوجي، صعب جدا. فكونكم عدتوه وموست اوف يو حاسس ان هو عمل كويس او كان فاهم، هيفرق معاكم كتير ان شاء الله later on في كل البرانشز اللي جايه. ومن اهم البرانشز دي اللي هيفرق فيها الكارديوفاسكولار. الكارديوفاسكولار من برانشز اللطيفه جدا، مش هكدب عليكم تقيل وكبير، ولكن البرانشز اللي احنا هنمشي فيها ستيب باي ستيب زي ما احنا عارفين، هتلاقوه بيعدي هوا من غير اي مشاكل. بليز بس معايا دايما في الكارديوفاسكولار حضروا دايما معاكم اقلام اكتبوا ورايا فيها. هنسمع الكلام، عيدوا كلام مره واتنين وانتوا بتسمعوا، ولما يكون في نوتس مهمه، مش بس اللي بتيجي في الاكزام، لما يكون في نوتس مهمه هيترتب عليها كلام تاني بعد كده هاكد لكم عليها عشان ما تنسوش المعلومه دي. فالكارديوفاسكولار كان دكتور محمد اقترح ان انا يعني نعمل البرزنتيشن تذاكروا منها، فذاتس واي الريفرنس بوك زي ما هي موجوده. لو انتوا عايزين تقروا من اي واحد فيهم اتس اوكي، بس احنا دلوقتي هنذاكر من البرزنتيشنز دي بلس طبعا النوتس اللي انتوا بتكتبوها ورايا، ونبتدي كده نسمي لايك كده ونبتدي، وان شاء الله هتلاقوا الموضوع سهل. طيب انا كنت يوجوالي ما بقولش الجزء بتاع الاوبجكتيفز او اي ال اوز، الحاجات اللي احنا المفروض نطلع بيها من كل لكتشر، ولكن انا هبتدي في الفيزيولوجي في الكارديوفاسكولار اقول لكم ايه اللي هنطلع بيه. فيرست اوف اول، اول حاجه احنا هنمشي ازاي دكاتره في الكارديو ريسبيراتوري موديول. هنبتدي بالهيمودينامكس، يعني ازاي بلاد بيمشي جوه الهارت. بعد كده هندخل على الالكتروفيسيولوجي، زي ما احنا دايما متفقين انا جسمي كله بيوصل لبعضه المعلومه في صوره اشارات كهربائيه، فاحنا هناخد الالكتروفيسيولوجي بتاع الهارت، ازاي الاشارات الكهربائيه دي بتتحرك، هل في فرق بينها وبين اللي بيحصل في كل جسمنا ولا واحد. بعد كده هنتكلم عن الكارديك اوتبوت والبلاد بريشر، الضغط، كل حاجه هناخدها ان شاء الله واحده واحده. زي ما انتم عارفين انا ممكن المحاضره الواحده اضطر اقسمها على جزئين عشان بس التحميل، ولكن هي at the end هي just one lecture، يعني الهيمودايناميكس والالكتروفيسيولوجي هنزلهم بس على نصين عشان ما ينفعش يتحطوا مع بعض. طيب قبل اي حاجه يا شباب انا عايزاكم تاخدوا نفس عميق كده، ترجعوا ظهركم لورا واسمعوا كلام مني وهعيده تاني وتكتبوه ورايا وانا بعيده. هي الحدوته ماشيه ازاي او ايه اللي بيحصل؟ احنا لما جينا نفكر نجمع تو موديولز سوا، لقينا ان اسهل موديول نجمعهم مع بعض هو الكارديو ريسبيراتوري. ليه بنجمع الكارديو ريسبيراتوري في موديول واحد؟ عشان الصوره اللي انتوا حضراتكم شايفينها دلوقتي. طبعا الشكل الكلاسيكي اللي انتوا اكيد اول ما شفتوا الصوره وصلت لكم، الاحمر ده دم اكسجينيتد بلاد نضيف فيه اكسجين، والازرق ده دم ان اكسجينيتد اللي هو البلاد اللي فيه كربون دايكسيد. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا جسمي بكل الخلايا اللي فيها عشان تشتغل in a proper way بشكل كويس قوي لازم يكون وصل لها كمية دم كويسة. دايما انا بقول وصل لها كمية دم، ايه الفايدة اللي بتوصلي في الدم؟ الدم طبعا فيه nutrients، فيه جلوكوز، فيه حاجات كتيرة مفيدة لكل خلية في جسمي، ولكن من اهم الحاجات اللي لازم توصل لكل خلية في جسمي ولو ما وصلتش الخلية دي مش هتشتغل هو الأكسجين. وذات واي لما جينا قرر في كتب الأناتومي وكتب الفيسيولوجي يلونوا الكتب، لقوا ان انا اهم حاجة، الحاجة اللي هي لو اتقطعت عني انا اموت وما اشتغلش، مش جلوكوز، مش فيتامينات، مش بروتين، لقوها ان هي بس الأكسجين. ومن هنا قرروا ان هو يلونوها بالأحمر والأزرق كناية ان الأحمر ده فيه أكسجين والأزرق ده اللي ما فيهوش أكسجين. طيب هي الحدوته ماشيه ازاي؟ الحدوته ماشيه لو انا عايزه ابتديها انا هبتدي من كلمه سيستميك فينز المكتوبه على الشمال اللون الازرق. الفينز دي بتجمع كل الدي اوكسجينيتد بلاد، دي اوكسجينيتد بلاد يعني ما فيهوش اكسجين هو الازرق،
وتجيبه لل right side of the heart. right side of the heart ياخده يطلع بيه زي ما انتوا شايفين الفوق بالسهم الفوق للبلمونري artery يوصلها لللونجز. واللونجز تعمل العملية الشهيرة بتاعتها ان هي تاخد الدم ده وتحط عليها اكسجين مطرح الريسبيريشن وتروح مرجعاه دم اكسجينيتد زي الفل مليان اكسجين في البلمونري فينز. يخش left side of the heart. left side of the heart ينزله للleft ventricle اللي بدوره بيبعته للأورطة اللي هو أكبر artery في جسمنا عشان يروح للsystemic arteries وينتشر في كل حتة يوصل الأكسجين الأكسجينيتد blood أو blood المليان أكسجين ده. هي دي السايكل بتاعتنا. يبقى تاني أنا بعمل إيه؟ أنا باخد كل الدم اللي دي أكسجينيتد أوديه للright side of the heart اللي بدوره هينزله للright ventricle يطلع ببلمونري arteries يروح لللونجز يرجع ببلمونري فين يدخل الليفت سايد اوف ذا هارت يطلع بالليفت فنتريكل على الاورتا ومن الاورتا لكل فتفوته في جسمك يوصل لها ان شاء الله دم مليان اكسجين زي الفل. ويحصل بقى عمليه التبادل دي في الكابيلاريز ونرجع تاني نلمها في الفينز وهكذا. هي دي السايكل وهو الصوره دي سبب ان احنا لما قعدنا نفكر ايه الموديولز اللي تتجمع مع بعض قلنا الكارديو والريسبيراتوري طبعا هما دول الانسب حاجه مع بعض لان هما زي ما انتم شايفين كده فاتحين على بعض اصلا واللي يضر هنا يضر هنا والعكس. طيب انا عايزه من حضراتكم تكتبوا الكلمتين دول ازاي السايكل ماشيه ازاي الحدوته ماشيه الدم بيجي فين يروح لفين وهكذا. مش عايزاكم تقعدوا تفكروا هي بتبتدي منين الاول. هي عمرها ما هتعرف حضرتك تظبطها بتبتدي منين الاول. السايكل او الحدوته دي ماشيه من هو جنين في بطن امه بتبتدي السايكل دي تمشي. فالحدوته دي نو واي هقدر اقول لك هي بالظبط لا ده الاول الفنتريكل بيبعت للاورطه ولا هقدر اقول لك لا ده الاول الرايت سايد اوف ذا هارت بيجي له الدي اوكسجين. السايكل الاثنين ماشيين متوازيين مع بعض طول الوقت وربنا سبحانه وتعالى هتشوفوا بعد كده during the module ربنا عامل حواجز ان ابدا ده دونت ميكس مع ده بقى من ساعه الولاده دول ever don't mix على بعض. طيب دي اول صوره خلونا بقى نبتدي احنا الكلام هنمشي فيه ازاي واحده واحده. طيب خلونا كده نلم المعلومات الاول بتاعتنا على بعض وبعد كده نربطها في حدوته كبيره. انا عندي دلوقتي طلعت بالمعلومه دي ان انا عندي blood vessels في جسمي. انا كارديو فاسكولار سيستم جزء منها كارديو هارت اللي هو القلب جزء منها فاسكولار اللي هي blood vessels وسيستم. يعني لما حد يقول لك هو انت بتدرس موديول الكارديو قول له لا اسمه كارديو فاسكولار. ليه فاسكولار؟ لان جزء كبير من الحدوته دي عشان تمشي بالشكل السموث ده اللي احنا بنسمع عنه هي الفاسلز. انا عندي لارج ارتريز واكبر مثال فيهم هو الاورطه. واللارج ارتريز دي اهم ميزه فيها ربنا ميزها هي الالاستيستي. عندي ارتريولز. ارتريولز دي اللي هي بلاد فاسلز الصغننه ما يقدرش الارتري الكبير يدخل في كل فروع جسمك بنفس الشكل. يعني صوابع ايدك الصغير غير الليفر غير مثلا صوابع رجلك الصغيره كل حاجه فيهم ليها سايز مختلف. فعشان كده ربنا قسم الارتريز دي لارتريولز صغننه ودي بتخلق حاجه اسمها ريزيستنس. وبعد شويه هقول لكم كلمه ريزيستنس دي هتعرفوا هي ازاي قد كده مهمه. بعد كده عندي كابيلرز. الارتريوز الصغننه دي بتعمل كابيلرز. الكابيلرز دي بتبقى هي البدايه اللي بتخش على الفينز اللي بيحصل فيها الاكستشينج التبادل بتاع الميه على الجسم على الانترستيشال تيشو على الحاجات دي كلها. وبيطلع اخر عندنا حاجه اسمها فينز. وفينز دي ليها فانكشن اسمه كاباسيتنس هنعرفها ان شاء الله كمان كام سلايد. طيب يبقى من الحاجات المهمه قوي 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 يا شباب ان انا اعرف الفانكشن بتاعت كل واحده. مش قادره اقول لكم ان هو هيبتدي بدري بس ياس دي بتيجي يا جماعه ام سي كيو كتيره جدا فلازم تبقوا عارفينها ايه دور كل واحده. ان محدش يجي يقول لي ارتريوز مثلا دور بتاعها اكستشينج خالص مش الفانكشن بتاعت الارتريول ان هي تعمل اكستشينج. برضو من الحاجات المهمه قوي يا شباب في السلايد اللي قبلها البلمونري ارتري والفين معكوسين. وانت عايزاكم دايما تاخدوا بالكم كانت اول مره البلمونري ارتري يشيل دي اوكسجينيتد بلاد. يوجولي كل الارتريز والارتريولز بتشيل اوكسجينيتد ما عدا البلمونري ارتري والعكس في البلمونري فين بيشيل اوكسجينيتد بلاد مع انه فين. فدايما دايما دايما هقول الحاجات اللي بتيجي ام سي كيو اكتبوها كده في ورقه على جنب عشان وانتوا بتراجعوا في اخر المديول تعرف بسرعه تشيك النقط المكتوبه عليها ام سي كيو. ورقه الام سي كيو دي اكتبوها ورايا دايما ان انا يوجولي بجيب منها طبعا.
خلونا نكمل كده ونشوف ايه اللي بعد الفانكشنز بلاد فيسلز. ايه تاني عندنا مهم؟ عندنا تاني مهم يا دكاتره كلمه ويند كاسل افكت. ايه كلمه ويند كاسل؟ ويند كاسل دي بتقول ان انا عندي حاجه اسمها ان اللارج ارتريس بيحصلها اكسبانشن في السيستول وبيحصل لها ريكويل في الدايستول. احنا هنسمع دلوقتي كلمه سيستول ودايستول دي لما ناخد البلاد بريشر ان شاء الله، بس لازم تعرفوا ان الهارت او كاردييك سايكل في كلمتين مشهورين جدا هتسمعهم طول موديول الكارديو ريسبيراتوري، وهي سيستول ودايستول. سيستول ده لما الارتريس لما الهارت بيكونتراكت فالدم بيخش في الاورطة، فده اسمه سيستول. فطبعا لازم الاورطة تاكسباند تفتح عشان هي فيها الاستيسيتي عالية جدا، ليونة عالية جدا، الاستيك عالية قوي، فبتفتح قوي عشان تقدر تستحمل كمية الدم اللي جاية لها من الهارت. الهارت بيفضي كل الدم فيه جوه الاورطة. وكذلك لما بيحصل الدايستول، دايستول الارتي بيرجع تاني ريكويل يضيق جدا 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 عشان خلاص هو الدم فيه فضي، هو بعد كل الدم فيه لبقية الجسم فبيضيق جدا قبل ما في during الدايستول بتاعت الهارت. ده الكلمة اسمها ويند كاسل افكت. دي توزيع الدم في جسمنا طول الوقت في السيركولاتري سيستم. طيب انا دي بامانه مش بتيجي فيها اسئله، ولكن انا عايزاكم تشوفوا اعجاز ربنا سبحانه وتعالى فيها. طبعا انا اول ما اقول لك توزيع الدم في جسمك اول حاجه هتفكر فيها هي ده الهارت بقى مليان دم، ده الهارت على اخره كله دم. بصوا كده لو انا جيت فجاه وزنت الدم اللي في الهارت هشوف قد ايه، هتلاقي ان 5% موجود في كل الهارت، 5% بس من جسم من كل الدم اللي في جسمك موجود في الهارت، بالاتريوس بالفنتريكس بكل حاجه. بالمونري ارتريس 3% من الدم، الكابيلوريز البالمونري كابيلوريز 4%، معظم الدم موجود في الفينز والفينيولز 67% الدم موجود فيهم، 11% في السيستميك ارتريس. عشان كده as a doctor انت اول ما تقول ايه ده معظم الدم اللي في جسمي في الهارت، خالص مش معظم الدم اطلاقا، حاجة بسيطة جدا 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 من امعاته في الدم دي موجودة في الهارت. حاجة جديرة بالذكر جدا يا شباب هقولها لكم بس عشان تربطوا المعلومة دي as doctors ان شاء الله في حياتكم later on. كان دايما يقولك ايه لو حد بعد الشهر، طبعا اي حد حصل له ستاب وند، يعني ايه ستاب وند؟ هتاخدوا الكلام ده ان شاء الله في الفورنسيك. حد جات له طعنه اللي هو مثلا دخلت في ايده سكينه جامده، مش دخلت في ايده يعني متبقاش عاده صدفه مع الاسف، بتبقى حد عملها اون بيربس يعني، جات له ستاب وند طعنه في اي مكان من الاماكن حتى ايفن لو في الهارت نفسه، فيقولك لا ما تشيلهاش، سيبها زي ما هي ولحد ما يروح المستشفى. يعني انت جيت لقيت حد فيه طعنه في جسمه، واول حاجه طبعا بيعملوها في الافلام الشهيره جدا يقول لك ايه ده شد السكينه فبصماته على السكينه فهو مات جاست افتر، جه البوليس لقى مات على طول وما لحقش يا حرام يقول ان هو مش هو ده اللي قتلني، ده فلان اللي مشي. ده طبعا مشهد درامي فظيع في كل الافلام. لا هو صح فعلا ما تشدوش، مش عشان بقى جو بصمات وخاف اشيل انا الجريمه والجو ده، لا خالص، لان حضرتك لو شدتها الدم هيخرج لبره so he will lose much blood، لكن لو سبتها مكانها انت حجرانتين اتليست مفيش دم بيخرج لبره، حتى لو في دم بينزل مطرح الستاب بوند دي او الطعنه دي جوه جسمه خالص not compared زي ما انت تشيل وتعمل بقى suction force، ان انت عملت suction force كده مطرح ما شلت الستاب بوند، فالدم طبعا هيلاقي مخرج يخرج منه هيطلع كله لبره. وده برضو اكبر دليل ان هو طعنة القلب مش زي مثلا لو انا جبت فين وقطعته او ارتري وقطعته، ان الدم الموجود هنا اكتر بكتير من الموجود هنا. بيفرق معنا ايه السلايد دي؟ بيفرق مع حكم حد دكتور مثلا واقف استقبال مستشفى ان شاء الله يا رب كلكم عن قريب، وجاله حد بطعنة، اول حاجة ايه ده هو طعن فين؟ طيب هو شدتها ولا سبتها؟ طب شدوها في عربية الاسعاف ولا شدتها من هو مثلا في المكان اللي حصلت فيه الحادثة؟ كل الكلام ده يفرق معانا جدا جدا. عشان كده فعلا لو حتى انت في الشارع وبعد الشهر في حادثة ولقيت يعني مسمار ولا لقيت مثلا عمود ولا حديدة ولا whatever داخلة في رجل حد ايده whatever مكانها، ما تشيلهاش، سيبها زي ما هي كده بالظبط، حتى لو انت تقدر تشيلها لحد ما يوصل المستشفى هما ساعتها هيتعاملوا معاه، هو هيشيلها من هنا وبسرعه هيركب له محاليل ويحضر اكياس دم ويعمل كل الاحتياطات بتاعته.
فالسلايد دي مهمة جدا جدا للمعلومة دي. المفاجأة يا دكاترة، احنا كل ده كنا لسه موصلناش لكلمة هارت وايه شكل القلب وايه اللي بيحصل. احنا كل ده بنتكلم عن السيستميك سيركوليشن او عن ازاي الحدوتة ماشية ما بين الهارت واللونج، لكن خلونا بقى نبتدي اول سلايد عندنا معانا في الهارت. نيجي بقى نتكلم عن الهارت. هو ده الشكل الكلاسيكي بتاع الهارت او كات سكشن بتاع الهارت. سبحان الله هو ازاي داخل في بعضه، سبحان الله ازاي الدنيا ماشيه كده في بعضها. امسك حته حته ونتكلم عنها. لو انا خلاص احنا متفقين ان انا عندي الناحيه الشمال دي بترمز دايما، سوري اليمين دي اللي بيجي لها البلاد الهواء دي اوكسجينيتد، والشمال ده بيجي لها البلاد الاوكسجينيتد بعد ما بيرجع لي من اللنج. ابتدوا معايا كده شباب، معلش في ورا حاجه طويله على الناحيه اليمين لونها ازرق، هتلاقوا فوق مكتوب superior vena cava، ولو مشيتوا معاها تحت دول اسمها في inferior vena cava. ايه دول superior inferior vena cava؟ دول اللي بيجمعوا كل الدي اوكسجينيت بلاد من كل ناحيه. نعملها لكم الفينز بترجع توصل للهارت وتدخل كل البلاد الدي اوكسجينيتد اللي ما فيهوش اوكسجين. هو فين من اورجن اورجن هيطلع بنفسه يوصل لحد الهارت ويديله الدم الدي اوكسجينيتد؟ اكيد لا. اللي بيحصل كالاتي، كل الفينز بقى من الجسم من تحت، الفينز بقى بتاعه اللجز على الفينز بتاعه البلفس، الحوض على الفينز بتاعه الابدومن، على الفينز اللي هي في منطقه اللور بارت اوف ذا تشيست كده، كلهم بيتجمعوا يعملوا واحد خرطوم تخين اسمه inferior vena cava. inferior vena cava ده بيجيله الفينز اللي هي كل الفينز صغيرة، الفينيولز بيجمعوا يعملوا فينز اكبر، وكلهم يعملوا inferior vena cava حاجة كده عمود تخين كده فينز. بياخد الدي اوكسجينيتد بلاد ده وبيجي معاه من فوق حاجة اسمها superior vena cava. superior vena cava بيلعب نفس الدور بس ليه علاقة بنص جسمك الفوقاني. فسوبيريور من اسمه بياخد كل البلاد دي اوكسجينيتد من نص جسمك الفوقاني، والانفيرير بياخد برضو كل دي اوكسجينيتد بلاد بس من نص الجسم اللي هو يعني من بيلو ده ابدومن كده، ابدومن فيما تحت. طيب دول بيجمعوا السوبيريور والانفيرير فينا كافا دول وبيروحوا داخلين على الرايت اتريوم. الرايت اتريوم بيروح واخد الدم ده كله وينزله يروح للرايت فنتريكل، والرايت فنتريكل بيروح رفعه عن طريق بالمونري. ايه بقى؟ عن طريق بالمونري ارتري. عن طريق بالمونري ارتري ان هو بيدخل الدم جوه الرئه، فبنسميه بالمونري ارتري. وده الاكسبشن الوحيد ان يبقى ارتري شايل دي اوكسجينيتد بلود. ليه سميناه ارتري؟ عشان بيدخل الدم جوه حاجه مش اللي هو بياخدها. سو البالمونري ارتري ده هو الوحيد اللي في الجسم ارتري، بس هتلاقي لونه ازرق مش احمر. طيب اللنج بتاخده وتظبط امورها وتشيل البلاد اللي دي اوكسجينيتد ده وتروح حاطه اوكسجين على البلاد بتاعنا وتروح مرجعاه في بالمونري. ايه بقى؟ بالمونري فين. يروح اليمين، يروح للرايت، سوري لللفت اتريوم، ينزل بدوره لللفت فنتريكل، واللفت فنتريكل بيطلعه بقى بره بال او ورطه. طيب هتلاقوا هنا في فالفز، اسامي فالفز، هنتكلم عن الفالفز في السلايد اللي بعد الجايه. وهتلاقوا في حاجه اسمها كوردة تنديني. كوردة تنديني دي اللي بتمسك الفالفز في مكانها، ما بتخليهاش تعمل عكس الرول بتاعها، هنقول الكلام ده بعد شويه. في حاجه اسمها بابيلري ماسل، في طبعا الكاردياك ماسل، في انترفنتريكولار سبتم. السبتم دي من الحاجات المهمه جدا اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها، بيخلي الناحيه اليمين ما تخشش على الناحيه الشمال. هتاخده ان شاء الله في الاناتومي وفي الامبريولوجي بتاع الهارت، ان هو انا بتولد او بيبقى انتريتوراين عندي ديفكت في السبتم دي، بتكتمل نموها عند الولادة او شورتلي افتر بيرث. سبتم يس بيكون مفتح على بعضه شوية، جزء في الاتريوم ما بين التو اتريومز وجزء ما بين التو فنتريكلز، بس قبل ما بتولد وقومس لو اتأخرت شوية او حصل ولادة مبكرة جاست افتر بيرث الاتنين بيفتحوا على بعض. سوري بيتقفلوا كويس جدا السبتم ده عشان من الاتنين ما يتفتحوش على بعض. السلايد دي مهمة قوي، السايكل دي مهمة جدا. الفرق بالمونري ارتري ان هو شايل دي اوكسجينيتد بلد مهمة جدا، الفين اللي شايل اوكسجينيتد بلد بالمونري مهم قوي. خلونا نشوف اللي وراها عشان نكمل الحدوتة مع بعض. من هنا انا قدرت اقول بقى، خلونا بعد ما قلنا physiological anatomy of the heart نقول بقى physiological function بتاعت كل area.
الاتريا ما بتعملش اي حاجه، الاتريا يا دوبك بتاخد الدم من هنا توصله لهنا، ومن هنا سميتها ريزرفوار، عكس تماما دور الفنتريكل. الفنتريكل لا، دي الفنتريكل هي اللي بتبوش بلاد، يا حد بوشت في في اللونج. يا ترى بقى انهي ناحيه بتبوش في اللونج؟ برافو، ايوه الال رايت صح طبعا، الناحيه الرايت. والناحيه الشمال اقوى واقوى وادخن وادخن، بتبوشت في اللفت سايد اوف ذا هارت عشان يروح للاورتا. الرسمه دي انا مش رسمها او مش حاطينها كروكي كده، لا لا لا، بصوا معانا هتلاقوا طبعا الوول بتاعه الفنتريكل اللي تحتاني، الجزء التحتاني ادخل بكتير من الوول بتاعه الاتريوم زي الجزء الفوقاني، فرق كبير جدا واضح قوي. ومش بس كده، انا اللفت فنتريكل عندي يا دكاتره اهم بكتير واقوى بكتير، لانه بيبوش الدم في الاورتا اللي هي بتبوش الدم تو افري بودي في الهارت في الجسم. سو الاورتا دي عشان يوصل لها دم كويس لازم يكون اللفت فنتريكل بتاعي قوي جدا. شايفين يا دكاتره الوول بتاع اللفت فنتريكل قد ايه از مور تيك، مش بس عن الاتريوم لا، ده كمان تيك عن الرايت فنتريكل اللي هو زيه، الفنتريكل اللي زيه لا، بس اللفت فنتريكل اقوى بكتير من كتر ما هو دوره ان انا ببوش الدم في الاورتا اللي هي المفروض تبوشت لكل الجسم، فلازم يكون حد قوي جدا عشان يعرف يعمل الدفعه القويه دي. لو اللفت فنتريكل بعد الشهر علينا كلنا لاي سبب ضعف، هيجي يزق الدم في الاورتا يروح حته صغيره واقفه، الحبه صغيرين دول هيروحوا بالتبعيه لللور بارت اوف ذا بودي باي جرافيتي، هيوصلوا للجلين اكوردنج للجاذبيه، ولكن هيطلعوا فوق لا. فذات واي ان اللفت فنتريكل ده لازم يكون قوي عشان يحدف الدم حدفه جامده في الاورتا تساعدها ان هي تطلع الدم فوق للبرين وبقيه الجسم زي بالظبط ما بتنزله تحت. نيجي بقى للحاضر الغائب، يعني من الحاجات اللي مهمة قوي سبحان الله ان ربنا حاططها في جسمنا، وهي الـ AV valve او الـ atrioventricular valve او rings. انا عندي يا شباب atrioventricular valve، يعني valve واقف ما بين الـ atrium والـ ventricle، ده دوره مهم جدا 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 عشان ما يمنع الدم ان هو يرجع بظهره. يعني الـ ventricle دي لو هي بتيجي تكونتراكت جامد جدا ومفيش حاجه تحوش ان الدم يطلع فوق، هتلاقي الدم كله طلع في الاتريوم تاني ولا ليه اي لازمه. ولكن الفالفز دي بتروح اول ما الدم يعدي من الاتريوم للفنتريكل تقفل كويس قوي، تمنع تماما ان الدم يرجع تاني بظهره لفوق. طيب ايه انواع الفالفز اللي عندنا بقى؟ انا عندي في الكارديوفاسكولار سيستم انا عندي نوعين، عندي اتريوفنتريكولار فالفز، ومن اسمها اتريوفنتريكل يعني من الاتريوم للفنتريكل. طيب هو بالعقل كده يا شباب، هو ده المكان الوحيد اللي انا عايز احط فيه الفالف عشان الدم ما يرجعش في ظهره؟ هو مفيش اوبشن تاني الدم يرجع بظهره في حته ثانيه؟ لا، ثانيه واحده، فيه الفنتريكل ده لو جه يزق الدم في الاورتا ما هو ممكن يرجع بظهره تاني لو مفيش فالف. طب لو جه يزق الدم في البلمونري هيرجع بظهره تاني لو مفيش فالف. ومن هنا ربنا عمل برضو سيميليونر فالفز موجوده في البلمونري فالف والاورتيك فالف، ده بيمنعوا الدم ان هما يرجعوا بظهرهم في الرايت او اللفت فنتريكل. طيب نبتدي الاول كده في الاتروفنتريكل فالف. والله انا الفالف ده يا شباب بيكون عامل زي الفناجين المقلوبه، عارفين الفنجان الشاي لما نقلبه كده او انت تقلب ايدك كده لتحت، الفناجيل المقلوبه. ايه الفناجيل المقلوبه دي؟ لما انت تقلب فنجان وفنجان فيقفل كده يعمل لوك في اي سيركل، مفيش اي حاجه يعني ايه تعدي ما بينهم. انا عندي ميترال فالف وده موجود على الناحيه الشمال، ميترال ده عشان هما اتنين بس جزئين او بنسميه باي كاسبيد فالف، وعندي التراي كاسبيد ده موجود على الناحيه اليمين وما بين رايت اتريوم ورايت فنتريكل، وده تراي ليه؟ عشان هما تلاتة كابس، يعني زي ما يكون تلاتة كابس. اما الميترال باي كاسبيد عشان هما اتنين كابس بس. وانا صغيره كانوها يعني كنت بحفظها ازاي، ان انا اقول على الناحيه الشمال اليمين الخير كتير، دايما اليمين اقول ابتدي باليمين الخير اكتر في اليمين، فدايما كنت بحفظها ان اليمين الخير كتير، فاربطها لما انسى هو اليمين كان انهي فيهم اقول اه اليمين خير كتير يبقى هو التلاتة والشمال الاتنين. يعني دي طريقه كنت بحفظها بيها ملهاش اي علاقه بالعلم طبعا، بس احنا كنا بنحفظها كده من احنا صغيرين. والسيميليونر سهله، البالمونري فالف قبل البالمونري ارتري والاورتيك فالف قبل الاورتا، سهله جدا. شيء يا شباب وجب ذكره مهم جدا، انا عندي حاجه اسمها كورد تندين، لو انتم شايفينها الفايبرز دي او كورد تندين دي حاجه شابكه ما بين الفالفز وبين الرول اوف ذا هارت. طيب ايه لازمتها؟
لما جم قعدوا يدوروا العلماء لما بتاعوا كات سكشن بيلاقوها. طبعا انت حضرتك لما بتقطع كات سكشن بتشوف الهارت وهو خلاص ميت ما ملوش لازمه. لما تطور العلم افتر وايل ابتدوا يشوفوا الهارت وهو بيكونتراكت وبيريلاكس وبيعمل دايلاتيشن وريلاكسيشن لايف، لقوا ان الكوتنج الديني دي سبحان الله بتخلي لو الفالف دي لاي سبب إن كان فكرت بس انها تقلب لورا تروح شدها على طول لقدام، في لحظه تشدها لقدام. فحتى الاوبشن ده مش متاح قوي للهارت غير في ظروف صعبه جدا ان الكورد تنزيني دي تضعف وتخلي الباف دي تروح راجعه لورا. فدي اكسترا افكت دايما من ساعه نيورو بقول لكم صعب قوي ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل حاجه بتشتغل بطريقه واحده بس. فدايما حتى لو الفالس فكرت انها ترجع لورا كورد تنزيني دي على طول بتشد لقدام. سلايد سريعة. زي ما احنا لسه بنقول هو ايه اهمية الفولز دي، اهميتها ان هي بتعدي البلد في ناحية واحدة بس وابدا ما بتسمحش ان الدم يرجع في ظهره مهما كانت قوة البريشر اللي حصلت في البنتركل، ابدا مش هتفتح الفولز والدم يرجع بظهره لان هو عامل زي الفنجان المقلوب، فحتى لو جيت تفتحه هيكحت في الفنجان اللي جنبه ابدا مش هيرجع لظهره ابدا. طبعا يا شباب من الاسئله اللي بتيجي جدا هو المايترال موجود فين، هو الترايكاسبيد موجود فين، ناحيه اليمين ولا الشمال، هو مين البايكاسبيد، هو مين الترايكاسبيد، هو مين السيمل يونر. طبعا ما لو انا قلت لك مين في دول سيمل يونر فالفز ابدا ما تختار ليش المايترال. المايترال ده اترو فنتريكولر ما بين الاترو فنتريكول، مش خالص ليه علاقه بالاورتا او البالمونري. بعد ما اتكلمنا عن الهارت واللي جواه واساميهم وازاي السيركيليشن ماشيه، الحاجه يا دكاتره اللي انا عمال اقول عليها دي فيري بريشس، الحاجه اللي هي بتخلي كل الدم يوصل لكل جسمك، الحاجه اللي هي فيها مالتيبل فانكشنز ودم خارج ودم داخل والكلام ده كله، هل ينفع ان انا ربنا سبحانه وتعالى يخلقها في حاجه في الشارع كده؟ مبدئيا يا دكاتره لو احنا فكرنا في خلقتنا هتلاقوا ان انا معمول لي الشاست ده احنا بنقول عليها شاست كيج مثلا عشان كهف، عامل زي الكهف. تكوينة القفص الصدري عامل فعلا سبحان الله زي القفص فعلا زي الكهف فعلا، لان هو بيحتوي على اهم تو اورجنز في جسمك ويليهم طبعا البرين. وطبعا انت لو حاطط ايدك على السكال الجمجمه هتلاقيها قد ايه كده هي قويه، فما كانش ينفع الهارت واللنج نحطهم في حاجه زي كده، كان لازم حاجه تعرف تفتح نفسك وتقفله بيها. فربنا عمل لنا التكوين بتاع القفص ده سبحان الله اللي هي العظمه في النص وريبس طالعين من الناحيتين بيقفلوا ورا لحد الفرتبري عشان يحافظوا على التو بريشس اورجنز دول الهارت واللنج. وأوفر اند أوفر حوت الهارت كمان واللنج هناخدها ليتر اون ان شاء الله، حوت الهارت بالبريكارديوم. ايه البريكارديوم ده؟ البريكارديوم ده غشاء لافف كل اللي احنا حكينا فيه ده كويس جدا عشان يحافظ على الهارت من اي صدمات لاي سبب موجودة. مش بس كده يا شباب، كمان هو بيحافظ على الهارت من الفريكشن اللي ممكن يحصل ما بين الهارت والحاجات اللي حواليه. ما تفتكروش ان الهارت بس كده، ده هو موصل لللنج حواليه عضلات، لو حصل فريكشن للهارت طول الوقت الحاجات اللي حواليه دي هتبقى كارثه طبعا. وكمان بيمنع الاوفر ستريتش او الاوفر دايلاتيشن بتاعه الفنتريكلز. خدوا بالكم انا لو الدم عندي زاد لاي سبب إن كان يبقى ساعتها الفنتريكلز بقى المفروض اكتر بقى تعمل قوه اكتر وتتنفخ جدا 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 وتروح عامله كونتراكشن جامده جدا جدا. لا 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 خالص، البريكارديوم بيحكم الحدوته دي كويس قوي within normal within اللي يناسب جسمك within اللي ما يضرش الجسم على المدى البعيد لو الموضوع ده اتكرر. خلوني بس يا شباب اديكم مقدمه سريعه كده عن الكارديك ماسل. الكارديك ماسل يا دكاتره هي ستريت ماسلز ودي بتتكون من نوعين اوف فايبرز. ليها فرق في الاكشن بوتنشال بتاعها وده اللي هنقوله في الالكتروفيسيولوجي اكوردنج لان هي ستريت ماسل مش سكيلتال اللي احنا خدناها قبل كده السنه اللي فاتت وكملنا عليها سنه كده في النيورو. اتس نوت سكيلتال ماسل اتس ستريت ماسل، ذاتس واي هيبقى في فرق بينها وبين في الاكشن بوتنشال بينها وبين السكيلتال ماسل.
انا عمال اقول muscle fibers muscle fibers. طب ايش الانواع بتاعت المسل فايبرز الموجوده جوه الهارت؟ الهارت يا دكاتره انا عندي نوعين من المسل فايبرز، عندي حاجات بتعمل كونتراكشن كونتراكتايل مسل فايبرز بتكونتراكت، واكبر مثال ليها طبعا الاتريومز والفنتريكلز، ودول طبعا بيشكلوا الماجوريتي بتاعه الهارت. ولكن عندي 1% of the fibers دي excitatory reconductive. يعني ايه excitatory reconductive؟ يعني بيوصلوا الدم من مكان لمكان، مش بس كده بيعملوا فقرة الاكسايتيشن اللي هما بيجنريت الكتريستي. هنقول كده كلمة سريعة جدا على الاتريومز والفنتريكلز، هما 99% من المسل فايبرز بتاعت الهارت اللي هما بيعملوا كونتراكشن كونتراكتايل مسل فايبرز. ان فيهم كلمة غريبة جدا اسمها جاب جونكشن. جاب جونكشن دي يا شباب هتسمعوها هنا، هتسمعوها ان شاء الله، او اكشن المفروض تكونوا سمعتوها في الجي اي تي موديول. الجي اي تي ايه الجاب جونكشنز دي؟ الجاب جونكشنز دي يا شباب بتساعد ان الاكشن بوتنشال تمشي ما بين خليه والتانيه في اللو ريزيستنس باث واي، يعني ما تخليش حواليهم ريزيستنس كبيره جدا، تمشيهم بسرعه جدا. فدي اللي اسمها الجاب جونكشنز، بتخلي ما فيش حاجه تعوق ان الالكتريستي دي او البروباجيشن بتاعت الاكشن بوتنشال تتاخر. ليه؟ لان طبعا انت ممكن تتخيل ان انا صعب قوي عليا ان for any reason الاكشن بوتنشال تتنقل بصعوبه او تتاخر، يحصل لها ديلي لاي سبب، الهارت مش هيكونتراكت خالص، هيقف للحظه. اوكي، فده ميزه او ده اللي ربنا سبحانه وتعالى خاص بيه الكاردياك ماسل، اللي عملها سترييتد ماسلز وفيها جاب جونكشنز، فده بيساعدها ان هي كلها تكونتراكت از وان يونت. زي مثلا الاستومك، الاستومك لازم كلها تكونتراكت، كلها توصل لها الاكشن بوتنشال بسرعه جدا، النو تايم يذكر عشان كلها تكونتراكت از وان يونت زيها زي الهارت بالظبط. هندي مقدمه سريعه كده عن النص التاني اللي انا هنزله لكم بعد كده ان شاء الله، هو الالكتروفيزيولوجي، وهو اللي بيتكلم عن excitable tissues of the heart. طيب الكلمة دي او السلايد دي اللي انتوا شايفينها، الساينو اتريال نود الاس اي نود، اللي انا عايزة اقوله ما ينفعش ان هو يتكتب. ليه ده كدرة؟ هو ايه اللي بيخلي الجنين جوا بطن امه قلبه يدق؟ هو ليه اوقات نقول لها الحقي ده الجنين مفهوش نبض هننزله، هنضطر ننزله؟ او ليه بنقول الله ده الحمد لله نبض البيبي منتظم، تعالي اسمعي نبض البيبي كده يلا نسمعه؟ اللي بيخلينا طول النهار ماشيين قلبنا بيدق؟ ليه فجأة سبحان الله الناس تنام تصحى قلبها ما بيدقش حتى لو هما ناس هيلثي وصغيرين في السن؟ It's all about a sino atrial node. ال SA node، وده اختصار معترف بيه، احنا بنكتبها SA node كده لو في اي وقت حابب تكتبها، ده اللي بنقول عليه secret of life، هو ده سر الحياة اللي احنا لحد لحظتنا هذه احنا منعرفش سببه. بيتوجد جوه يعني جوه رحم الام جنين، حاجة صغيرة sometimes تقع وتقول لك الحمل سقط واحنا منعرفش ليه، و sometimes هو بعد الشر على كل الناس في الشهر الثالث الرابع الخامس فجأة يقول لك لا سوري انا هنزل بيبي اصل بيبي ميت في بطن امه منعرفش ليه. وناس بتكمل وتتولد عايشة كل حاجة، وكل مرة اي ام بتروح تطمن على صوت نبض الجنين بتاعها. الاس ان او دي سبحان الله لما ربنا بيخلق الجنين جوا بطن امه سبحان الله فجأة بيبتدي تطلع بلس الكتريك امبلس وتوصلها لكل الهارت، فالهارت كلها بيعمل اكشن بوتنشال ويبتدي يستجيب لها، ويبتدي الهارت يكونتراكت ويشغل السيركوليشن دي كلها. For what reason هي ابتدت تعمل احنا منعرفش، ليه بتعمل وهي منتظمة كده وشاطرة وحلوة بوسط الدنيا احنا منعرفش، بس هو ده الرول بتاع الـ SA node. مكانها فين؟ نقول بقى شوية كان في physiology بجد، مكانها في الـ posterior wall بتاعت الـ right atrium، احنا منعتبرها ان هي موجودة في الـ right atrium، بتشتغل as a pacemaker of the heart. يعني ايه الـ pacemaker of the heart؟ هي المسؤولة عن النبض اللي بيطلع في الـ heart طول الوقت بالنظام اللي احنا عارفينه ده. الريت بتاعها مفروض يكون 100 ل 120، هي بتطلع في الدقيقة 100 ل 120 امبلس، ولكن بيزيد او بيقل اكوردنج بقى طبعا للفيجاس، فاكرين اللي احنا اتكلمنا عن باير سمباتاتيك او السمباتاتيك والكلام ده كله. الاس ان نود من اهم الحاجات، لو انا جيت قلت لحضرتك مين البيس ميكر اوف ذا هارت ما ينفعش تقولي اسم اي حاجه تانية في الهارت غير اس ان نود.
اوكي هي دي الوحيده اللي ممكن نقول عليها بيس ميكر اوف ذا هارت. دايما في الفيسيولوجي بنحب نحط لكم سلايد كده عشان السلايد دي انتم تكملوها على مدار الموديول ان شاء الله، وتعرفوا ان ازاي بنلم الداتا فيها. ده الكومبارس ما بين السيمباتيك والبار سيمباتيك. ما تستغربوش ان احنا من هنا في كل الموديولز اللي جايه هنذكر دايما كلمه سيمباتيك وبار سيمباتيك. زي ما اتفقنا في موديول النيورو هما بيأثروا على كل حاجه في جسمك مش بس على النيورو او نيورولوجيكال سيستم بس. طيب نيجي نتكلم عن نودز اوف ذا هارت. انا عندي اول واحده اس اي نود اللي احنا اتفقنا ان هي بيس ميكر. عندي تاني واحده الاتريو فنتريكولار نود، بصوا على مكانها كده يا شباب. احنا شويه نقول ان هي موجوده في الانتر فنتريكولار سبتم، شويه نقول لا دي انتريال سبتم ما بين التو اتريوم، بس اكتر ناحيه الرايت اتريوم. هي فعلا دي حقيقي، هي مكانها اكتر مش في الانتر فنتريكولار سبتم، هي بدايتها، ولكن هي نهايه الانتر اتريال اكتر ناحيه الرايت اتريوم، هي حادفه شويه ناحيه اليمين. ايه لازمتها؟ لازمتها ان انا زي ما قلت لكم الاس اي نود بطبيعتها سبحان الله وربنا يديمها نعم على الناس كلها بتطلع الامبلسز من 100 ل 120 بير مينيت لوحدها. تيجي قبل ما الامبلس دي توصل ما بين الانتر اتريال سبتم لحد الاي في نود بيحصل شويه ديلي. يعني ايه؟ يعني هي بتفلتر الامبلس كده وهي رايحه للفنتريكل. لا ما انا مش انت اس اي نود انت اتجننتي وعماله تطلعي لي 120 امبلس والراجل نايم بالليل. لا انا هعمل شويه ديلي، اوصل له شويه امبلس حلوين كده هادين للانتر فنتريكولار سبتم ومنهم ينتشروا على ناحيتين الفنتريكلز عشان كل الهارت يبقى ستيميليتد ات ذا سيم تايم. يبقى نمبر 1 هي بتعمل ديلي للكوندكشن بتاع الكارديك امبلس دي من الاتريومز للفنتريكل. اس ان نود بتطلعي 120 في الدقيقه، لا معلش انا هنزلهم شويه 60 ل 90 على حسب احتياجه. اوكي ده بيخلينا شويه نقول ان الاتريومز بتعمل كونتراكشن قبل الفنتريكلز شويه، حاجه بسيطه جدا، حاجات يا جماعه جزء من الملي سكند. اوكي وان الفنتريكلز دي محميه ان الاس ان نود لما تطلع امبلس كتير كده محميه من الموضوع ده. تاني سبب مهم جدا 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 الجمله الشهيره دايما بنقولها في الفيسيولوجي، وات اف الاس ان نود عطلت اتاخرت حصل فيها وات ايفر مشكله بس لسه ربنا كاتب للشخص ده ان هو يكمل. الاي في نود ساعتها بتاخد هي الابر هاند وتبتدي هي تشتغل البيس ميكر لان هي اتعلمت من الاس ان نود طول ما هي موجوده، وهي اول من اول الحاجات اللي بتجات استيميليتد في الهارت ان انا خلاص انا عرفت وانا نود ومكاني برضو قريب من الرايت اتريوم زي الاس ان نود، فانا ايه الاس ان نود ريحت انا هشتغل. معلومه مهمه جدا عشان محدش يجي يقول لي طب انا كده عندي اتنين بيس ميكر. لو الاي في نود اشتغلت وانا الاس ان نود بخير انا بيبقى عندي مشكله جامده جدا والراجل ده عنده اضطرابات في ضربات القلب رهيبه وطبعا في الفانكشنز كلها بتاعت جسمه. لو الاي في نود اس اي نود شغاله كويس جدا الاي في نود نيلي ما بتشتغلش خالص. لو الاس اي نود ما اشتغلتش والاي في نود ما اشتغلتش ده اللي بيساوي ده الوفاء، ان خلاص كده انا ما عنديش حاجه تطلع الامبلسز عشان الهارت ده يكونتراكت. عندي اماكن تانية في الهارت ممكن تطلع امبلسز بس مش ابدا 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 بتبقى شبه النودز دي، مكان اللوكالايز بيعرف يوصل امبلسز لكل الهارت. اوكي دكاترة لازم تاخدوا بالكم جدا من المعلومة دي. دي اخر سلايد، انا مش هتكلم عن الكوندكتيف سيستم اوف ذا هارت، انا هقولها لكم بعد ما نقعد نشرح ان شاء الله ازاي الاس ان نود دي اساسا بتقدر تعمل اكشن بوتنشال يوصل لكل القلب في نفس الوقت. البرزنتيشن دي كانت دكاتره من اهم الحاجات اللي هنقولها في الفيسيولوجي في الكارديو فاسكولار سيستم، عشان على قد ما هي مليانه معلومات على قد ما المعلومات دي بيزك جدا وهنبني عليها كلام كتير قوي. بليز اكتبوا الكلام ده ورايا. بليز يا شباب ما تنسوش ازاي السيركوليشن ماشيه بتبتدي منين تروح لفين، ما تنسوش فقرة الاس اي نود والاي في نود، ما ننساش الفولفز واهميتها. كل سلايد في البرزنتيشن دي بتيجي كتير ام سي كيو، انا ان شاء الله زي ما احنا متعودين هناخد بس هنزل الكتروفيسيولوجي كمان ونزل لكم ام سي كيو على التو برزنتيشنز دول عشان ان شاء الله نكست ويك تكونوا انتم متحضرين كده وعندكم بيز حلو نقدر نبني عليه كلام بعد كده. نذاكر الهيمودينامكس اند ذن الكتروفيسيولوجي عشان تعرفوا تفهموا اللي بيحصل.